دلوقتي شفنا الكحك بيتعمل ازاي، هنتكلم عن المعمول. نفس الفكره، هنستعمل هنا زبده بدل يعني هنستعمل زبده وسمنه. اما الدقيق بيكون مختلف، الدقيق اللي احنا استعملناه للكحك كان دقيق ابيض، هنا الدقيق اللي هنستعمله دقيق سيمولينا، واحد بيكون ناعم يعني سيمولينا ناعم ناعم جدا، واحد تاني اخشن شويه بس مش الخشن قوي، لان في سيمولينا اللي هو السيمولينا الخشن بيبقى عامل زي الكورن ميل اللي هو دقيق الذره مش النشا، النشا بتبقى نشا اللي هو حبه الذره من جوه، اما الكورن ميل الدرايه كلها بتنطحن وبيبقى خشن، ده اللي بتعمل منه البولانتا وبتطبخ زي العصيده على النار. ففي منه السيمولينا اللي هو القمح المجروشه او كسر القمح نفسه بيبقى سيمولينا خشن، وفي سيمولينا ناعم اللي احنا بنستعمله البسبوسه بنقول عليه ناعم، لكن ده النوع الثاني بيبقى انعم كمان من الناعم، يبقى قريب من الدقيق. في الحالتين دول ما ينفعوش للعجين اللي احنا بنحط فيه خميره، لان بيبقى فيها مسام والخميره مش هترتفع لما نحط البكتيريا تتنفس وتطلع ثاني اكسيد الكربون زي ما قلنا قبل كده، محتاج يبقى فيها عرق زي دي العادي اللي هو بيقفلها وبعدين ترتفع، دي بتتعمل وما بتحطش فيها خميره. سمنه وزبده زي ما قلنا في الكحك ممكن تعمله تسيحه السمنه وتبقى تغلي وتحطه الدقيق عليها، بس في الحاله دي بيكون دقيق عادي، لو تحطوا السمنه بيسوي الدقيق وبتسيبوها قبلها بثمان ساعات قبل ما بتسوق المعمول، وده طريقه. الطريقه الثانيه هنا بنحط هنا السمنه والزبده، ونفس الشيء هنا السكر اللي استعمله اي مره بيبقى عندي هنا سكر بستعمله مع السائل، يبقى بحط السكر مع السمنه ومع الزبده، لان 20% السمنه اللي حطيتها كلها دهن 100% دهن، الزبده ممكن تتفاوت حسب نوع الزبده اللي بستعملها بتوصل 20% ميه، اذا انا محتاج اشرب الميه دي، اخلي الزبده تشرب الميه، اعرف منين شربت الميه؟ بسمع صوت السكر، لقيت لما بقاش خلاص سامع صوت السكر معناها ان كل السكر اللي موجود خلاص دخل جوه هنا في السمنه. هنستعمل روح الكحك نفس الشيء، او روح مش مهم روح مين، روح المعمول بيبقى فيها ممكن اللي هي المحلب مع شويه من اليانسون، ودول بيبقوا متحمصين. وبعد ما عملت ديت زي الكريمه، يعني ديت خلاص السمنه بقت زي الكريمه، بحط فيها الدقيق اللي هو الناعم والدقيق الانعم او الناعم او الخشن شويه والناعم، دول عايزين يدخلوا مع بعض، ندعكم هناوت او نخليهم يفصلوا هنا ندعكم مع بعض، ومحتاج ان انا اسيبهم قبلها قبل ما بستعملهم على اساس يتماسكوا، يبقى سهل عليا ان انا اخدهم واشكلهم. في الاول بتبقى مفروكه من بعضها، يعني بتبقى مفروله من بعضها، يبقى العجينه مفروله زي ما عملنا في الاول وحطينا السكر وبقينا نسمع السكر. فانا دلوقتي السكر دخل في قلب الزبده ومع السمنه، محتاج اتاكد ان برضو الصميد اللي حطيته ده دخل مع الباقي، نحطهم هناوت نقلب شويه لغايه لما احس كله اندمج مع بعضه، بحسها ازاي بمسكها واقدر اشكلها وبتديني الشكل اللي انا عايزه والنوع اللي انا عايز اعمله اللي هو نوع المعمول، وخصوصا المعمول بيتحط في قوالب ما بعملوش منقاش. بضيف اخر حاجه هنوت بعد ما بضيف كل حاجه هنوت شويه من الميه تدريجيا لغايه لما كل العجينه ديت اندمجت وانخلطت وكلها بقت متماسكه، يفضل ان انا اسيبها ساعه او ساعتين قبل ما استعملها. نسيب كل ده هنوت، وبعد كده بجيبها على اساس اضيفها واستعملها، ممكن ما احتاجلهاش ميه، وممكن تحتاج شويه صغيرين من الميه. في الاخر بمسك وبحس بالعجينه وبتاكد انها ممكن تتشكل معايا، حتى لو عايز استعمل قالب من غير ما احشيها قبل ما بحشيها بحطها هنا في القالب اشكلها وبضغط عليها وبخبط كده اهوت، بحيث ان انا يبقى انا عرفت انها هتطلع مفيش حاجه هتلزق والعجينه تركيبتها متساويه. يبقى دلوقتي نشكل العجينه ونتاكد انها الحجم بتاعها يكون اصغر شويه، لان القالب لسه هيتحشي. بحط هنا حسب نوع القالب، عندنا ثلاث انواع قوالب، وكل نوع هنا اهوت الاختلاف بقى بتاعهم عن الكحك ان كل واحد ليه شكل، اللي انا هحشيه بالتمر غير اللي بحشيه بالفستق غير اللي بحشيه بالجوز. يبقى دلوقتي القوالب هي اللي بتحدد لي الانواع ايه، حتى الحجم، الحجم هنا هيبقى غير هنا غير هنا. بالنسبة للحشوات، لو عايز اعمل الجوز ممكن اجيب الجوز مطحون بحط عليه شوية قطر شوية قرفة ودوت يبقى جاهز ممكن استعمله. نجيب هنا واحدة نعملها زي اكنها كوباية وبحط الحشو بتاعها بحطه جوه، وتأكد ان مفيش حشو بره عشان ما يتحرقش. وبعد ما بعمله بالطريقة ديت نجيب القالب اللي احنا حطيناه، وبحاول على قد ما اقدر تكون قد حجم
القالب نفسه يعني بعملها كده بحيث انها تبقى الدايره قدها بالظبط وبنخبطها كده، يبقى انا عندي النوع دوت. وبنكرر نفس الحكايه في كره تانية، وممكن دوت يكون بالفستق، ناخد هنا ديت بالفستق. طبعا تقولوا لا الفستق مدور، واحد يقول لي لا الفستق بيضاوي، دي حاجه بقى ترجع لكل واحد هو عايز يعملها ايه. ومش شرط انها التمر يبقى في واحده والفستق في واحده. فكره التمر وحشو التمر زي ما قلنا، ممكن انا بالفستق هنا احط موارد، يعني ممكن احط شويه موارد نوت على الفستق بحشيها وبقفلها بنفس الفكره بحيث انها تبقى نفس الحجم نوت، تاخد شكل البيضاوي وبنخبطها كده اهوت. يبقى عندي دلوقتي الشكلين دول، اكيد انتوا هتعرفوا تعملوا التالت اللي هو بنفس الفكره. بعد ما بنعملهم بندخلهم كلهم الفرن، دوت بيكون الاحجام والاشكال بتاعتهم. بتدخل الفرن بتبقى حوالي 20 دقيقه، فرن حرارته 170 درجه اللي هي 350 فهرنهايت. لما يطلع من الفرن ممكن احنا زينا السكر البودره للكحك وحطينا كميه كبيره ما كانش فيها سكر جوه العجينه، هنا السكر موجود في العجينه والحشو كمان في شربات، فهنا ممكن نحط شويه صغيرين هنا، يعني مش لازم احط سكر على التمر بس ممكن احط سكر على بالمكسرات او العكس حسب انتوا حابين ايه اكتر. نجيب الطبق اللي نقدم فيه وبنحط هنا الكعك او المعمول الكعك عملناه في الفقره اللي فاتت، نرصه بالطريقه ديت ويبقى عندنا كعك ومعمول. اكيد الاختلاف بتاعهم ان هما الاثنين معمولين بالبارد، ما تحطوش ما تسخنتش الزبده على النار ولا السمنه، فبالتالي ممكن تطبخوها في ساعتها او ممكن تحطوا ايديكم فيها في ساعتها زي ما كنا بنقول قبل كده، بتبقى سخنه فبتسيبوها لغايه لما تبرد. الطريقتين مش هنقول اسهل من بعض، لكن الطريقتين المتجربين والاثنين مختلفين وطعمهم مختلف. اتمنى انتوا تجربوهم، اتمنى ان هم يعجبوكم، وان شاء الله بنواصل معاكم وبنعمل فقراتنا الجاية بقية حلويات العيد.